تمام ممتاز. خلاص. طيب هسا هانا ريستيك ميمبرين الثيرشولد، طلع الأخونا وقف نزل كمل نزل فيش هايبر تنشن رجع. تمام اللهم صل وسلم مش وبارك على هايبرولايزيشن سيدنا. قصدك؟ تمام هسا في عندنا اول شيء الاس اي نود سوى ستيمولس سوى اكشن بوتنشال. بس هذا اللي سوري بتحكي فيه مشان اصلحك تماما، هذا مش بصير في الاس اي نود، هذا اللي بصير في الكونتراكتايل كارديك موسل سيلز. اللي في الاس اي نود بصير بيس ميكر بوتنشال مختلف هي بتعطي الشعلة، وهي الشعلة مثلا انا مش بالضبط. على راسي هي بتعطي نقطة البداية ماشي، بس شكل الاكشن بوتنشال او شكل الالكتريكال بوتنشال اللي ما بنسميه اصلا، ما بنسميه اكشن بوتنشال في الاس انود مختلف. بكون عندي ديبولارايز، بكون عندي، اسمح لي، بكون عندي بري ديبولارايزيشن، تمام، بكون عندي ديبولارايزيشن ريبولارايزيشن. هذول الفيزز اللي بتصير وين؟ اللي بتصير في الالكتريكال بوتنشال، تمام. 100% لأنها نيورون صحيح؟ ممتاز. هذا اللي انت رسمته، لا مش نيورو، هي نون كونتراكتايل كارديك موسل سيلز سبيسيفيك سيلز ماشي. هلا اللي رسمته هون انت، هذا في يعني في ال 98 او 99% من الكارديك موسل سيلز، فهمت علي؟ بما فيها كمان اللي هن الكونتراكتايل، بما فيها كمان البيركنجي فايبرز، تمام. هلا تمام ركز معي، هلا اللي رسمته انت مش صحيح بالكامل، خليك معي شوية صغيرة لانه انا عندي راحه الامكانيه للرسم، ولكن ما فيش عندي الوصول للثريشولد اللي هي المرحله الاولى اللي انت عملتها، هي من الريستنج برين بوتنشال مباشره بصير الديبولاريزيشن. هاي البري بوتنشال بصير في الاس انود، ما بصير في الكونتراكتايل كارديك موسل سيلز. اما بالنسبه للارقام اللي تفضلت فيها من ماينس 70 ولا ماينس 85 ولا ماينس 90 ماشي الحال، الاكشن بوتنشال او قيمه الريستنج، عفوا قيمه الريستنج برين بوتنشال تختلف ما بين النيرفس ما بين الكاردياك، وفي مراجع مختلفه حكيت لك، في ناس تحطها ماينس 85 في ناس تحطها ماينس 90، فهمت علي كيف؟ هذا يعتمد على آلية حسابة الاكشن بوتنشال، هل مثلا يحسب فيه الكلورايد ولا لا يحسب فيه الكلورايد، هذه ديتيلز لسه ما أخذناها لأن ما أخذناش الاكشن بوتنشال بتاعت النيرف سيلز. أوكي تفضل تمام كمل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بصير عندنا ستيمولس، بصير في عندنا اكشن بوتنشال من ريستنج ميمبرين، ريستنج بوتنشال ميمبرين هاي، فبصير ايوه عندنا عدي بولارايز. هاي لا هاي ما بتصير اللي انت بتعملها في الاكشن بوتنشال، لحد الوصول للثريشولد ما بياخذ هذا الشكل، هو مباشرة بيروح على الديبولاريزيشن. ما فيش عندنا ثريشولد اللي هو لا لا في عدد. ثريشولد، في وصول للثريشولد بس رسما بقصد، مش زي ما انت عاملها، ما في العتبة هذه. في عندنا الريستنج برين بوتنشال اللي هي زيرو فيز 4 لفيز 0 اللي هو هذا من الفيز. فيس يس 0 وفيس 4 صحيح حكيك هنا الفور مظبوط مزبوط. نعم. تمام فتفتح عندنا بوابات الصوديوم البطيئة من عند الفيس 4 إلى عند سالب 55، هذول البوابات. ما في بوابات صوديوم بطيئة يا صديقي ايوه في الريستنج انا برين صارت في بوتنشال. خربطة مزبوط، لأنه في يس ناس صارت في البوابات الصوديوم البطيئة واللي احنا بنسميها صوديوم كالسيوم شانلز او بنسميها نون جيتد صوديوم شانلز، هذه اللي موجودة في الاس اي نود، هذه المسؤولة عن شيء اسمه فاني صوديوم كرنت اللي بصير في الاس اي نود. تمام يعني تفضل بتفتح كمل. يعني بتفتح بوابات صوديوم نان جيتد صحيح. و... صوديوم وكالسيوم. صوديوم وكالسيوم الأسرع هو الصوديوم، نعم. تمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بتفتح الكالسيوم الثنتين مع بعض. صحيح، بس الكالسيوم طبعا ببطء بتفتح. ايوه فهمت عليك. تمام حلو. فبتخش عندنا تفتح عندنا بوابات الصوديوم السريعة، بتفتح برضه بوابات الكالسيوم البطيئة، فعشان هيك بصير في عندنا ديبولاريزيشن إزالة استقطاب أو 100% بسبب تكون الشحنة موجبة. 100%. هسا بوصل للراس، بوصل لعند الـ NA الصوديوم، هنا بتوقف عملية الديبولاريزيشن من ناحية الـ NA موجب، أو خلينا ليش؟ نقول تم كلام سليم، بس ليش وقفت العملية؟ تم إغلاق بوابات الصوديوم، فبوقف. أو بتعبير أدق، وصلت لمرحلة الساتوريشن الإشباع، يعني كلها صارت انجيجد في إدخال الصوديوم، تمام؟ هلا أشتغل. شو اللي خلى هذا العدد الكبير من الصوديوم شانلز انها تفتح؟ هي البوزيتيف فيدباك اللي حصلت بعد الوصول للثريشولد. تمام تفضل. اللهم صل وسلم وبارك. كأنه واحد بدعس بنزين في سيارة وصل للليمت الهاي
وخلص 100%. بده يريح. تمام، هسه بظل عندنا بوابات الكالسيوم، الكالسيوم مفتوحه، لكن ستيل بيفتح اوبن، صحيح. هسه في فيز رقم واحد بيفتح عندنا بوابات بوتاسيوم. البوتاسيوم. بوابات البوتاسيوم هي من داخل الخليه موجوده بكميات عاليه، فتفتح بوابات البوتاسيوم فتطلع البوتاسيوم لبرا، وهذا بخلي لي شيء ريبولاريزيشن، اعاده الاستقطاب. اللهم صل ايرلي ريبولاريزيشن، نعم بيصير 100 او لمرحلة ولكن لا يكتمل. تفضل كمل. صحيح. وهنا في شيء اسمه بوابات الصوديوم السريعه، فاست شانل بوتاسيوم. هون ساعات خلص سكرت، انتهت دورها. يعني موجوده فاست بوتاسيوم طبعا شانل. موجودة. تمام، اها هاي فيز رقم واحد بيحكوا لها في اسماء اخرى رابيد سمول انيشال ريبولايزيشن. صحيح، او ايرلي ريبولاريزيشن. 100%. هسه هاي في هاي المرحله بصير انبساط للاذينين، وزي ما احنا شايفين فيز رقم واحد قصيره، عشان هيك الواحد بيجي بيحكي لك انقباض البطينين بغطي على انبساط الاذينين. تمام 100%. 100%. لا بس هسه اسمح لي هلا، نفس هاي العملية صديقي شايفها اللي انت رسمتها، هاي بتصير في الاتريا وبتصير في الفنتريكلز، مية لكن مية نعم لكن بعد حدوثها في الاتريا وانتشارها في كل الاتريا بتوقف او بتتباطأ عند الافينود، لكن بعد قليل او بعد فترة زمنية محددة حددناها بالثواني، تمام، او بالملي سكندز، يعني بواحد على الالف، يعني يعني بوحده قياسيه على الف من الثانيه، بتوصل للفنتريكلز وبتتكرر نفس العمليه في الفنتريكولار سيلز. لكن حدوث الانقباض في الاذينين قبل البطينين سببه انه حدوث هاي العمليه برمتها اللي حضرتك رسمتها في الاتريا قبيل حدوثها في الفنتريكلز. تمام ايوه اها تفضل. هسا نوصل لفيز رقم اثنين، وهي فيز مهمه من ناحيه يعني كوزز ومن ناحيه تعليلات. انه في عندنا اللهم صل محمد حكينا خلصنا او سكرت قنوات الصوديوم السريعه، وفتحت عندنا قنوات الصوديوم البوتاسيوم، اسف البوتاسيوم الكالسيوم الفضيئه. الكالسيوم 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 حكينا ظل لا لا مفتوح. عفوا عفوا عفوا، حكينا فتحت قنوات بوتاسيوم صار الايرلي ليبراليزيشن، تمام، لكن 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 هاي قنوات البوتاسيوم ما اشتغلت بالكفاءة المطلوبة لسبب بسيط، لأنه لسه في كالسيوم بدخل عبر مين؟ عبر السلو كالسيوم شانلز. هلا شو مشكله هاي الشغله؟ مشكله هذه الشغله اول شيء الصوديوم الكالسيوم شانلز اللي فتحت في فيز زيرو، يعني في مرحله الديبولاريزيشن مع فتح قنوات الصوديوم ولكن بشكل ابطا، تمام. هلا لما اكتمل فتحها وبلش يدخل الكالسيوم بدها تبلش ايش تسكر، لكن تسكيرها بطيء، تمام. ومن ثم طالما تسكيرها بطيء لسه في كالسيوم بفوت، طالما في كالسيوم بفوت السيل ممبرين مع دخول الكالسيوم عم بفقد البيرميابيلتي للبوتاسيوم، فالبوتاسيوم شانلز ما بتفتح بالشكل الكافي او ما بتشتغل بالكفاءه الكافيه، فبضل يفوت عندي كالسيوم، يعني بيستمر ما يشبه الديبولاريزيشن اللي عمل البلاتو. لحد الان هيك مفهومه؟ 100%. يعني طيب في سبب ثاني خليني احكي لك اياه، انه اللهم صل محمد، انه لما يطلع مثلا البوتاسيوم زي ما تفضلت انه في ليس بيرميلتي، والبوتاسيوم ما بيطلع بالشكل الصحيح، وفي عندنا لسه بخش كالسيوم اللي هو بيسوي 100%. الكونتراكشن. والكالسيوم موجب، الكالسيوم ايوه موجب، اذا بيعمل ما يشبه الديبولاريزيشن، نعم، ايوه هسه فبتستمر على شكل بلاتو، نعم. حسب البلاتو هنا ليش استمر؟ استمر لانه في عندنا توازي او في عندنا مساواه بين داخل الخليه وبين خارجها، بين داخل الخليه بين الكالسيوم وبين خارج الخليه بين البوتاسيوم. هذا الحكي صحيح؟ لا، استمرار البلاتو هو بسبب استمرار دخول الشحنات الموجبة اللي بتستمر بما يشبه الديبولاريزيشن، نعم. أكد منها. لو رجعت للكتاب لو رجعت للكتاب ما بتلاقي أي تناقض، الله ممكن يكون يعني مشروح بشكل أكثر إسهابا أو بصيغة مختلفة ولكن بنفس المبدأ بحكي. هلأ نعم، في نهاية هاي المرحلة بيكون اكتمل إغلاق قنوات الكالسيوم، فبتسترد السيل ممبرين الأفينيتي للبوتاسيوم و
بيستمر خروجه، فبصير عندنا الليت ريبولاريزيشن. تمام. بس بالنسبة ل يعني نهاية فيز 2، في عندنا نوع قنوات الكالسيوم هو عبارة عن ال تايب اللي هو اللونج برونجليت، اللي هي يعني على مدى طويل، عشان هيك نعم هي مثلا بتسكر يعني بتطول شوي صغيرة. صحيح، تطول تمام لحد ما تغلق بالكامل، بس مش راح يعني يصير الريبولاريزيشن او يكتمل الا لما تغلق بالكامل الكالسيوم شانلز للسلو تايب. نعم تمام فيز 3 بظل قنوات الصوديوم البوتاسيوم البطيئة بظل فاتحة لحد مرحلة معينة، اللي هي هسه هنا في صارت خربطة. في طلاب حكوا عند سالب مثلا سالب 40، هنا عند سالب 40 بيجي بيحكي هذا لك مش في هذا مش في الكونتراكتايل صديقي. سالب 40 ثريشولد، سالب 40 ثريشولد بكون في الاس انود. تفضل. لا بس لو تخليني اوفي اذا سمحت. تفضل كمل عفوا. عند السالب 40 بيجي بيحكي لك البوتاسيوم هذا اللي بنحكي عنه، هذا البوتاسيوم عليه حركات مش حلوه، فبيجي بيحكي لك البوتاسيوم من القنوات البطيئه انه خلص راح سكرت وخلصت. فبيجي بيحكي لك طيب من سالب 40 لسالب مثلا 55 انه اللي بده يضل يطلع بوتاسيوم، فبيجي بيحكي لك في شيء اسمه في شيء راح صوتك يا ماضي. في شيء اسمه ان ريكتيفاي شانل اها اي ار سي. اها تمام. فهذول الاي ار سي شانلز بيوفوا عمل، يعني بظلهم فاتحين الكالسيوم من هاي المنطقه من هاي المرحله كالسيوم؟ لا الكالسيوم البوتاسيوم بوتاسيوم. يس اوكي يس. تمام. وبوصل لعند الريستنج ميمبرين بوتنشال. تمام. هسه انا عن نفسي مش راكزه او مش ثابته معلومه ليش وقف عند الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي هي سالب مثلا خلينا نحكي 70 80 85. اها يعني هل اكتفى، هل العدد او نسبه البوتاسيوم داخل الخليه انه صار قليل؟ طبيعي صديقي، صارت لي عشان خرج. وقف بس عشان صار قليل صح؟ صحيح. خلاص تمام. وهيك يعني هلا في حال تم تجاوز هذه النسبه وصار عندي مرحله الهايبر ريبولاريزيشن مثلا، بحكي لك ماشي، بتشتغل عندك الان ايه كي بامب، فبترجع الامور الى ما كانت عليه في حاله الريستنج برين بوتنشال. تمام. اللهم صل وسلم وبارك محمد. هيك الواحد يعني تأكد واطمن ويخلف عليك دكتور. لا على راس حبيبي، هذا واجب ان شو اسمه افهمك واطمنك، بس وانت من حقك تمتعض او تعترض في حال انك ما مارستش حقك اللي هو تحضر وتسال. صحيح؟ طيب للي ما بيحضر ولا بيسال وشغلته بس يقعد يدور على ثغرات وعلى جابز وعلى الى اخره، هذا مشكلته صديقي العزيز. بس انا يؤسفني جدا اني ما عملتش ريكورد لهذا السؤال، لانه فعلا يعني كان كثير حيكون مفيد للاخرين، بس لانه انشغلنا بالحديث مش مشكله. هلا بنرجع للريكورد، بنرجع للمحاضره ان شاء الله. فباختصار اخي معتصم، والحكي للجميع، تفضل احضر، تفضل اسال، اقرا مش بس من الكتاب، من اي مرجع بدك اياه، بس مشان ما تتخربط ترجع دائما للتيتشر او للانستركتور اوف ذا كورس، هو بيوضح لك ما لبس عليك. تمام 100%. اوكي أنا المفروض أرجعك هسه ولا لحالك ترجع؟ لا لا هلا بدنا نكمل محاضرة صديقي. تمام. بس احنا تراجعتنا باعتبار. ولا عندك اسئله اخرى قصدك؟ تمام ممتاز. الله. طيب هسه هنا الريستنج ميمبرين الثيرشولد طلع الأخونا، وقف نزل كمل نزل فيش هايبر تنشن رجع. تمام اللهم صل وسلم شايف وبارك. البولاريزيشن قصدك؟ تمام. هسه في عندنا اول شيء الاس اي نود سوى ستيمولس سوى اكشن بوتنشال. بس هذا اللي بتحكي فيه مشان اصلحك تماما، هذا مش بصير في الاس اي نود، هذا اللي بصير في الكونتراكتايل كارديك مسل سيلز. اللي في الاس اي نود بصير بيس ميكر بوتنشال مختلف.
هي بتعطي الشعلة، وهي الشعلة مثلا انا مش بالضبط على راسي، على راسي هي بتعطي نقطة البداية ماشي، بس شكل الاكشن بوتنشال او شكل الالكتريكال بوتنشال اللي ما بنسميه اصلا، ما بنسميه اكشن بوتنشال في الاس ان او مختلف، بكون عندي ديبولارايز، بكون عندي، اسمح لي، بكون عندي بري ديبولارايزيشن تمام، بكون عندي ديبولارايزيشن ديبولارايزيشن، هذول الفيزز اللي بتصير وين؟ اللي بتصير في الالكتريكال بوتنشال تمام؟ 100% لأنها نيورون، صحيح؟ ممتاز. هذا اللي انت رسمته، لا مش نيورو، هي نون كونتراكتايل كاردك موسل سيلز، سبيسيفيك سيلز ماشي. هلا اللي رسمته هون انت، هذا في ال في ال يعني في ال 98 او 99% من الكاردك موسل سيلز، فهمت علي؟ بما فيها كمان اللي هن الكونتراكتايل، بما فيها كمان البيركنجي فايبرز تمام. هلا تمام ركز معي، هلا اللي رسمته انت مش صحيح بالكامل، خليك معي شوي صغيره، لانه انا عندي راحه الكارير للرسم، ولكن ما فيش عندي الوصول للثريشولد اللي هي المرحله الاولى اللي انت عملتها، هي من الريستنج برين بوتنشال مباشره بصير الديبولاريزيشن، هاي البري بوتنشال بصير في الاس انود، ما بصير في الكونتاكتايل كارديك ماسل سيلز. اما بالنسبه للارقام اللي تفضلت فيها من ماينس 70 ولا ماينس 85 ولا ماينس 90 ماشي الحال، الاكشن بوتنشال او قيمه الريستنج، عفوا قيمه الريستنج برين بوتنشال تختلف ما بين النيرفس ما بين الكاردياك، وفي مراجع مختلفه حكيت لك، في ناس تحطها ماينس 85، في ناس تحطها ماينس 90، فهمت علي كيف؟ هذا يعتمد على آلية حسابة الاكشن بوتنشال، هل مثلا يحسب فيه الكلورايد ولا لا يحسب فيه الكلورايد، هذه ديتيلز لسه ما أخذناها لأن ما أخذناش الاكشن بوتنشال بتاعت النيرف سيلز. أوكي تفضل تمام. كمل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بصير عندنا ستيمولس، بصير في عندنا اكشن بوتنشال من ريستنج ميمبرين، ريستنج بوتنشال ميمبرين هاي، فبصير ايوه عندنا عدي بالرايز. هاي لا هاي ما بتصير اللي انت بتعملها في الاكشن بوتنشال، لحد الوصول للثريشولد ما بياخذ هذا الشكل، هو مباشرة بيروح على الديبولاريزيشن. ما فيش عندنا ثريشولد اللي هو لا لا في العتبة. ثريشولد، في وصول للثريشولد بس رسما بقصد، مش زي ما انت عاملها، ما في العتبة هذه، في عند الريستنج بين بوتنشال اللي هي زيرو فيز 4 لفيز 0 اللي هو هذا من الفيز. فيس يس زيرو وفيس فور، صحيح حكيك اللي هنا الفور، مظبوط مظبوط نعم. تمام. فتفتح عندنا بوابات الصوديوم البطيئة من عند الفيس 4 إلى عند سالب 55، هذول البوابات. ما في بوابات صوديوم بطيئة يا صديقي ايوه في الريستنج انا بلين صارت في بوتنشال. خربطة، مظبوط، لأنه في يس ناس صارت في البوابات، بوابات الصوديوم البطيئة واللي احنا بنسميها صوديوم كالسيوم شانلز او بنسميها نون جيتد صوديوم شانلز، هذه اللي موجودة في الاس انود، هذه المسؤولة عن شيء اسمه فاني صوديوم كرنت اللي بصير في الاس انود. تمام. يعني تفضل بتفتح كمل. يعني بتفتح بوابات صوديوم نان جيتد صحيح صوديوم وكالسيوم، صوديوم آه. وكالسيوم الأسرع هو الصوديوم نعم. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بتفتح الكالسيوم الثنتين مع بعض. صحيح بس الكالسيوم طبعا ببطء بتفتح. ايوه فهمت عليك. تمام حلو. فبتخش عندنا، تفتح عندنا بوابات الصوديوم السريعة، بتفتح برضه بوابات الكالسيوم البطيئة، فعشان هيك بصير في عندنا ديبولاريزيشن، إزالة استقطاب أو 100% بسبب دخول الشحنة موجبة 100%. هسا بوصل للراس، بوصل لعند ال NAS صوديوم، هنا بتوقف عملية الديبولاريزيشن من ناحية ال NAS موجب، أو خلينا ليش؟ تم كلام سليم، بس ليش وقفت العملية؟ إغلاق بوابات الصوديوم. طب بوقف او بتعبير او بتعبير ادق وصلت لمرحلة الساتوريشن الاشباع، يعني كلها صارت انجيجد في ادخال الصوديوم تمام؟ هلا شو اللي خلى هذا العدد الكبير من الصوديوم شانلز انها تفتح؟ هي البوزيتيف فيدباك اللي حصلت بعد الوصول للثريشولد. تمام. اللهم صل وسلم وبارك. كأنه واحد بدعس بنزين في سيارة وصل للليمت الهاي وخلص 100% بده يريح. تمام. هسا بضل عندنا بوابات الكالسيوم مفتوحة، لكن ستيل تفتح اوبن صحيح. هسا في فيز رقم واحد تفتح عندنا بوابات بوتاسيوم البوتاسيوم. بوابات البوتاسيوم هي من داخل الخلية موجودة بكميات عالية، فتفتح بوابات البوتاسيوم فتطلع البوتاسيوم لبرا، وهذا بخلي لي شيء ريبولاريزيشن، إعادة الاستقطاب. اللهم صل ايرلي ريبولاريزيشن نعم
يصير مية أو لمرحلة ولكن لا يكتمل. تفضل كمل. صحيح. وهنا في شيء اسمه بوابات الصوديوم السريعة، فاست شانل بوتاسيوم. هون ساعات خلاص سكرت، انتهت دورها. يعني موجودة فاست بوتاسيوم طبعا شانل. موجودة. تمام. اها هسا هاي فيز رقم واحد بحكوا لها في أسماء أخرى رابيد سمول انيشال ريبولايزيشن. صحيح، او ايرلي ريبولاريزيشن. 100%. هسا هاي في هاي المرحلة بصير انبساط للأذينين، وزي ما احنا شايفين فيز رقم واحد قصيرة، فعشان هيك الواحد بيجي بيحكي لك انقباض البطينين بغطي على انبساط الأذينين. تمام؟ 100%. 100%. لا بس بس اسمح لي هلا، نفس هاي العملية صديقي شايفها اللي انت رسمتها، هاي بتصير في الاتريا وبتصير في الفنتريكلز، مية لكن مليح. نعم لكن بعد حدوثها في الاتريا وانتشارها في كل الاتريا بتوقف او بتتباطأ عند الاي في نود، لكن بعد قليل او بعد فترة زمنية محددة حددناها بالثواني تمام او بالملي سكندز، يعني بواحد على الالف، يعني يعني بوحده قياسيه على الالف من الثانيه، بتوصل للفنتريكلز وبتتكرر نفس العمليه في الفنتريكولار سيلز. لكن حدوث الانقباض في الاذينين قبل البطينين سببه انه حدوث هاي العمليه برمتها اللي حضرتك رسمتها في الاتريا قبيل حدوثها في الفنتريكلز. تمام ايوه اها تفضل. هسا نوصل لفيز رقم اثنين، وهي فيز مهمه من ناحيه يعني كوزز ومن ناحيه تعليلات. انه في عندنا اللهم صل محمد حكينا خلصنا او سكرت قنوات الصوديوم السريعه وفتحت عندنا قنوات الصوديوم البوتاسيوم، اسف البوتاسيوم الكالسيوم البطيئه. الكالسيوم الكالسيوم حكينا لا ظل لا مفتوح. عفوا عفوا عفوا، حكينا فتحة قنوات بوتاسيوم صار الايرلي ليبراليزيشن تمام، لكن 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 هاي قنوات البوتاسيوم ما اشتغلت بالكفاءة المطلوبة لسبب بسيط، لأنه لسه في كالسيوم بدخل عبر مين؟ عبر السلو كالسيوم شانلز. هلا شو مشكله هاي الشغله؟ مشكله هذه الشغله اول شيء الصوديوم الكالسيوم شانلز اللي فتحت في فيز زيرو، يعني في مرحله الديبولاريزيشن مع فتح قنوات الصوديوم ولكن بشكل ابطا تمام. هلا لما اكتمل فتحها وبلش يدخل الكالسيوم بدها تبلش ايش تسكر، لكن تسكيرها بطيء تمام. ومن ثم طالما تسكيرها بطيء لسه في كالسيوم بفوت، طالما في كالسيوم بفوت السيل ميمبرين مع دخول الكالسيوم عم بفقد البيرميابيلتي للبوتاسيوم، فالبوتاسيوم شانلز ما بتفتح بالشكل الكافي او ما بتشتغل بالكفاءه الكافيه، فبضل يفوت عندي كالسيوم، يعني بيستمر ما يشبه الديبولاريزيشن اللي عمل البلاتو. لحد الان هيك مفهومه؟ 100%. يعني طيب في سبب ثاني خليني احكي لك اياه، انه اللهم صل محمد، انه لما يطلع مثلا البوتاسيوم زي ما تفضلت انه في less permeability والبوتاسيوم ما بيطلع بالشكل الصحيح، وفي عندنا لسه بخش كالسيوم اللي هو بيسوي 100% البوتاسيوم. والكالسيوم موجب، والكالسيوم ايوه موجب اذا بيعمل ما يشبه الديبولاريزيشن. نعم ايوه هسه فبتستمر على شكل بلاتو. نعم حسب البلاتو هنا ليش استمر؟ استمر لانه في عندنا توازي او في عندنا مساواه بين داخل الخليه وبين خارجها، بين داخل الخليه بين الكالسيوم وبين خارج الخليه بين البوتاسيوم. هذا الحكي صحيح؟ لا، استمرار البلاتو هو بسبب استمرار دخول الشحنات الموجبة اللي بتستمر بما يشبه الديبولاريزيشن. نعم أكد منها. لو رجعت للكتاب، لو رجعت للكتاب ما بتلاقي أي تناقض. الله ممكن يكون يعني مشروح بشكل أكثر إسهاباً أو بصيغة مختلفة ولكن بنفس المبدأ بحكي. مية هلأ مية نعم في نهاية هاي المرحلة بيكون اكتمل إغلاق قنوات الكالسيوم، فبتسترد السيل ميمبرين الأفينيتي للبوتاسيوم وبيستمر خروجه، فبصير عندنا الليت ريبولاريزيشن. تمام. بس بالنسبة ل يعني نهاية فيز 2 في عندنا نوع قنوات الكالسيوم هو عبارة عن ال تايب اللي هو اللونج برونجليت، اللي هي يعني على مدى طويل، عشان هيك نعم هي مثلا بتسكر يعني بتطول شوي صغيرة. صحيح، تطول تمام لحد ما تغلق بالكامل، بس مش راح يعني يصير الريبولاريزيشن او يكتمل الا لما تغلق بالكامل الكالسيوم شانلز للسلو تايب. نعم تمام فيز 3 بظل قنوات الصوديوم
البوتاسيوم البطيئة بظل فاتحة لحد مرحلة معينة اللي هي هسه هنا في صارت خربطة. في طلاب حكوا عند سالب مثلا سالب 40، هنا عند سالب 40 بيجي بيحكي لك هذا مش في الكونتراكتايل صديقي. السالب 40 ثريشولد، السالب 40 ثريشولد بكون في الاس انود. تفضل. لا بس لو تخليني اوفي اذا سمحت. تفضل كمل عفوا. عند السالب 40 بيجي بيحكي لك البوتاسيوم هذا اللي بنحكي عنه، هذا البوتاسيوم عليه حركات مش حلوه، فبيجي بيحكي لك البوتاسيوم القنوات البطيئه انه خلص راح سكرت وخلصت. فبيجي بيحكي لك طيب من سالب 40 لسالب مثلا 55 انو اللي بده يضل يطلع بوتاسيوم، فبيجي بيحكي لك في شيء اسمه راح صوتك يا مطر. في شيء اسمه ان ريكتيفاي شانل اي ار سي. اها تمام. فهذول الاي ار سي شانلز بيوفوا عمل، يعني بظلهم فاتحين الكالسيوم من هاي المنطقه من هاي المرحلة. الكالسيوم لا الكالسيوم البوتاسيوم بوتاسيوم يس اوكي يس. تمام. وبوصل لعند الريستنج ميمبرين بوتنشال. انا عن نفسي مش راكزة او مش ثابتة معلومة ليش وقف عند الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي هي سالب مثلا خلينا نحكي 70 80 85. اها يعني هل اكتفى، هل العدد او نسبة البوتاسيوم داخل الخلية انه صار قليل؟ طبيعي صديقي، صار قليل عشان خرج ووقف بس عشان صار قليل صح؟ صحيح. خلاص تمام. وهيك يعني هلا في حال تم تجاوز هذه النسبة وصار عندي مرحلة الهايبر ريبولاريزيشن مثلا بحكي لك ماشي، بتشتغل عندك الان كي بامب، فبترجع الامور الى ما كانت عليه في حالة الريستنج برين بوتنشال. تمام. اللهم صل وسلم وبارك محمد. هيك الواحد يعني تاكد وطمن ويخلف عليك دكتور. لا على راس حبيبي، هذا واجب ان شو اسمه افهمك واطمنك، بس وانت من حقك تمتعض او تعترض في حال انك ما مارستش حقك اللي هو تحضر وتسال. صحيح؟ طيب للي ما بيحضر ولا بيسال وشغلته بس يقعد يدور على ثغرات وعلى جابز وعلى الى اخره، هذا مشكلته صديقي العزيز. بس انا يؤسفني جدا اني ما عملتش ريكورد لهذا السؤال، لانه فعلا يعني كان كثير حيكون مفيد للاخرين، بس لانه انشغلنا بالحديث مش مشكله، هلا بنرجع للريكورد بنرجع للمحاضره ان شاء الله. فباختصار اخي معتصم والحكي للجميع، تفضل احضر، تفضل اسال، اقرا مش بس من الكتاب، من اي مرجع بدك اياه، بس مشان ما تتخربط ترجع دائما للتيتشر او للانستكتور اوف ذا كورس، هو بيوضح لك ما لبس عليك. تمام 100%. اوكي انا المفروض اراجعك هسه ولا لحالك؟ لا هلا بدنا نكمل محاضرة صديقي.